أهلا بكم من جديد. تبدلت كل من روسيا وأوكرانيا الهجمات الجوية بالطائرات المسيرة في استمرار للتصعيد بين طرفي الحرب المندلعة منذ أكثر من عامين، في وقت يدرس فيه حلف شمال الأطلسي الناتو إسقاط أي صواريخ روسية تقترب من حدوده. وأفاد قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك اليوم الأربعاء بأن روسيا أطلقت 13 طائرة مسيرة من طراز شاهد على أوكرانيا خلال الليل، مشيرا إلى أن 10 منها تم إسقاطها في مناطق خاركيف وسومي وكيف. من جهة أخرى، صرح أندري سينا نائب وزير الخارجية البولندي أمس الثلاثاء بأن حلف الناتو يدرس إمكانية إسقاط أي صواريخ روسية قد تقترب من حدود التكتل، وذلك بعد يومين من انتقاد بولندا انتهاك مجالها الجوي. وأعلنت وارسو الأحد الماضي أن صاروخا روسيا من طراز كروز أطلق ليلا على بلدات في الغرب الأوكراني اخترق المجال الجوي البولندي لمدة 39 ثانية وبعمق نحو كيلومترين من الحدود. وأعلنت بولندا في وقت لاحق أن وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي ناقش الحادثة مع الأمين العام للحلف الناتو سولتنبرغ. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر السكايب الدكتور سمير أيوب المختص في الشؤون السورية الروسية. معذرة دكتور سمير، أهلا بك. أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. هذه التطورات والقصف المتبادل، وهذه المرة لم نعود نتحدث عن أوكرانيا بل عن حدود الناتو، هذا التطور ما الدوافع التي أوصلت هذا المشهد إلى هذا الحد من التوتر؟ يعني يبدو أنه في الفترة الأخيرة روسيا زادت من عملياتها العسكرية داخل أوكرانيا، إن كان على جبهات القتال أو عملية استهداف مراكز القرار ومخازن الأسلحة أو حتى معظم المعدات الغربية التي تأتي إلى أوكرانيا. ليس يعني هذه أماكنها ليس فقط قرب جبهات القتال، وإنما في مناطق متعددة في أوكرانيا وخاصة في الغرب. حديث الغرب اليوم عن أنه يمكن أن يسقط هذه الصواريخ، يعني بتقديري هذه المسألة تأخذها بعين الاعتبار روسيا. في حال تم إسقاط أي صواريخ روسية اخترقت الأجواء البولندية أو أي دولة أخرى، يمكن لروسيا أن تغض الطرف، لكن في حال تم اعتراض أي صواريخ في الأجواء الأوكرانية، هذا تعتبره روسيا تدخل في هذه العملية العسكرية ويمكن أن ترد، لأنه يعني يمكن أن يكون الغرب يريد أن يأخذ ذرائع على أن هذه الصواريخ دخلت مجاله الجوي وأقدم على التصدي لها. هذا يعني يمكن أن تعتبره روسيا في إطار محاولات الغرب للتدخل إلى جانب أوكرانيا بشكل مباشر، وخاصة بعد مخاوف عديدة يعني أعرب عنها قادة أوروبيين ومنهم الرئيس الفرنسي وحتى رئيس وزراء بريطانيا وبعض قادة بولندا، من أنهم يريدون إرسال قوات إلى أوكرانيا بسبب مخاوف من أن فشل الهجوم الأوكراني الذي كان في الصيف الماضي يمكن أن يعطي نتائج عكسية، وهذا يعطي روسيا فرصة للتحضير لشن هجوم في الصيف القادم. يعني مخاوف الغرب ومخاوف نظام كييف من محاولة روسيا استغلال الضعف الذي وصل إليه الجيش الأوكراني والمشاكل التي تعاني منها الدول الأوروبية والتي حتى الآن لم تتفق على إرسال مساعدات إلى أوكرانيا، يعني مساعدات ليس مساعدات مالية أو مساعدات بالأسلحة التقليدية الخفيفة، وإنما هناك خلافات بما يخص إرسال الصواريخ بعيدة المدى. فرنسا يعني قالت ولمحت بأنها لا تعارض إرسال هذه الصواريخ، بينما ألمانيا تعارض بشكل كبير إرسال أي صواريخ بعيدة المدى. بغض الطرف يعني عن أن الغرب أرسل هذه الصواريخ أم لم يرسلها، يبدو أن الأمور يعني تأتي بتصاعد مستمر في هذا الصراع، وخاصة أن روسيا بعد اتهامها لأوكرانيا بالضلوع في العملية الإرهابية في موسكو، وروسيا تنتظر نتائج التحقيق ليتم البناء على هذه النتائج لتوجيه الاتهامات ومعاقبة من يعني حرض ومن نظم ومن خطط لهذه العملية. إذن هذه المخاوف، مخاوف الهجوم الروسي ومخاوف ردة فعل روسيا على العملية الإرهابية في حال ثبتت
تورط نظام أوكرانيا، هذا يخيف الدول الغربية ويمكن أن يجعلهم يتخذوا قرارات غير محسوبة. يعني الآن تصدي لصواريخ روسية، بعد ذلك يمكن أن يكون استخدام مطاراتها لطائرات F-16 التي من المزمع أن تقدم إلى أوكرانيا، تزويدهم بأسلحة بعيدة المدى يمكن أن تصل مدن روسية بعيدة عن الحدود. يعني كل هذا إن دل على شيء يدل على أن العلاقات بين روسيا وحلف الناتو أصبحت متوترة بشكل خطير، ويمكن أن تتصاعد ويمكن أن يؤدي إلى صدام مباشر. هذا من ناحية، لكن من ناحية أخرى يمكن أن تكون هذه محاولات الغرب للضغط على روسيا نفسيا معنويا وإخافتها ليكون مقدمة لمفاوضات قادمة. يعني الغرب يمكن أن يكون في النهاية اقتنع بأن التفاوض هو الحل الوحيد لحل هذا الصراع، لكنه لا يريد لأوكرانيا أن تجلس بنقطة ضعف وهي ضعيفة، يريد لها أن تملك أوراق، ويعتبرون أن الأوراق التي الآن يمكن أن تملكها أوكرانيا هو تزويدها بأسلحة متطورة، وقوف الناتو إلى جانبها بطريقة أكثر من السابق، وما يعني كان تصريح التصدي للصواريخ أو أي تسليمها أي معدات أخرى يمكن أن تكون متطورة وحديثة.